الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة والبركات. أحمد الحسني يحييكم من هنا من استاد الفجيرة، حيث لقاء العروبة واتحاد كلباء بعد غياب وبعد طول انتظار وبعد تأهل وبعد ترقب رائع لمنتخبنا الوطني. تعود عجلة دورينا هنا في هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك. طبعا في البداية لا يسعنا لنا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، إلى نائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين، وإلى أصحاب السمو وأولياء العهود والشعب الإماراتي والمقيمين هنا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على دولتنا الأمن والأمان، اللهم آمين. إذا مشاهدينا، شكر للزملاء هناك في الاستديو التحليلي الزميل مسعود محمد والكباتن الكبار زبير بيا وحسن إبراهيم وحكمنا وخبير التحكيم في قنوات أبو ظبي الرياضية الكابتن مسلم أحمد. مباراة إذن منتظرة فيما بين الفريقين، مباراة مهمة هنا في استاد الفجيرة إن كانت للعروبة أو لاتحاد كلباء، وأهميتها تكون لفريق العروبة بشكل أكبر على اعتبار أنه يريد أيضا فريق العروبة الهروب والتقدم للأمام وملاحقة الفرق التي تتواجد أمامه. الحديث عن الإمارات، عن فريق أيضا الظفرة اللي بنفس هذا التوقيت أيضا لديهم مباراة اليوم، لكن دعونا الآن في أجواء هذه المباراة وتعالوا الآن نتذكر مع حضراتكم تشكيلة الفريقين. اسمع مني الآن، العروبة يلعب بأحمد حمدان الحسني في حراسة المرمى، هناك أيضا اللاعب جان لوكا مينوز ورضا عطاسي وتولونجي ويوسف خلفان محمد خلفان وأحمد حبوش وكاك، ويتواجد سالم سيف وسعيد عبيد وعلي مدن الدولي البحريني أيضا اللي يشارك مع فريق نادي العروبة. بينما على الطرف الآخر فريق اتحاد كلباء يلعب بجمال عبدالله في حراسة المرمى، فهد سبيل ومحمد سبيل وعبد السلام وعبد العزيز رباعي خط الدفاع، زكريا وناصر عبد الهادي وجشك وسلطان عادل وروبرت زولق وبانيل ملابا. واضح بالصورة فتحي العبيدي المدرب التونسي، هذا المدرب بالفعل اللي يأتي مع فريق العروبة وهو من صعد بفريق العروبة إلى دوري المحترفين يسعى. بينما هنا هذا خورخي دا سيلفا المدرب الأورغوياني أيضا مدرب فريق اتحاد كلباء، يعني من الأشياء الجميلة أيضا الإبقاء على هذا المدرب في فريق اتحاد كلباء والاستقرار أيضا على الجهازين الفنيين في الفريقين اللي نشاهدهم الآن يعني متواجدين لموسم آخر أيضا هنا. ثاني لقاء يجمع الفريقين في دوري المحترفين، نعم هذا اللقاء هو الثاني اللي يجمع الفريقين في دوري المحترفين. طبعا في الدور الأول حقق اتحاد كلباء الفوز على العروبة وسجل هدفين مقابل هدفين لهدف واحد، وهنا الآن المباراة الثانية اللي تجمع الفريقين. وهنا ذكرنا تشكيلة الفريقين، طاقم التحكيم لهذه المباراة بقيادة الحكم الدولي الإماراتي عمر آل علي كحكم ساحة، مساعد أول صلاح سالم، مساعد ثاني سعيد المنصوري، والحكم الرابع خالد الملا، وفيديو أول صقر الزعابي أو منصور حسن، والفيديو الثاني صقر الزعابي، ومقيم الحكام الدولي الإماراتي الرائع السابق الكابتن علي خلفان أيضا الذي يقيم الحكام في هذه المباراة. أطلق حكم اللقاء الآن صافرته، أعلن بداية هذه المباراة وأعلن انطلاقتها. موعودين نعم بسهرة وبسهرات رمضانية جميلة بالفعل. طبعا انطلق دوري أدنوك يوم أمس بلقاءين مثيرين للغاية بالفعل، عندما تجاوز أو استطاع الجزيرة الفوز على شباب الأهلي بهدفين لهدف واحد، وشارقة الذي أمطر مرمى النصر بهدفين وأضاع ثلاث ركلات جزاء في المباراة تصدى لها حارس المرمى شامبيه بعد ما أهدى الشارقة الهدف الأول، استطاع أن يتصدى لثلاث ركلات جزاء. جشك الآن هناك في الجهة اليمنى محاولة
تعود من جديد مصدر الخطورة بالفعل جشك. إذا بعد توقف دامة تقريبا 22 يوم للمحترفين بسبب طبعا مشاركة منتخبنا الوطني، اللي نبارك أيضا لمنتخبنا الوطني وللإمارات ولاتحاد الكرة وللجميع أيضا تأهلنا للملحق لمباريات كأس العالم إن شاء الله تعالى. أيضا كل التوفيق لمنتخبنا اللي راح لدينا لقاءين مهمين أمام أستراليا، لقاء وإن شاء الله نتجاوز أستراليا وبعد ذلك نلعب مع البيرو ونتجاوزها بإذن الله ونذهب إلى مونديال قطر. كرة تعود من جديد، محاولة الآن وانطلاقة عربة وللعروبة الآن، محاولة لا زالت تعود من جديد الآن في وسط الملعب سيد عبيد، واحد من الأسماء الجميلة الرائعة أيضا في تشكيلة السيد فتحي العبيدي، المدرب التونسي مدرب واقعي مدرب مميز مدرب هادي مدرب أيضا يعني يعمل بصمت يقدم أداء جيد مع فريق نادي العروبة. العروبة طبعا الألوان الخضراء لكن اليوم في زي جديد هنا على اعتبار يلعب بألوان أيضا فريق الفجيرة، فريق الفجيرة هنا ملعب الفجيرة طبعا، والفجيرة طبعا يعلم الجميع في دوري الدرجة الأولى. حكم اللقاء الآن يوقف اللعب للاطمئنان على لاعب فريق نادي اتحاد كلباء، يبدو بأن سلطان عادل اللي ساقط على أرضية الملعب، نعم هذا سلطان عادل اللي ساقط على أرضية الملعب، هو نجل أيضا عادل محمد نجم منتخبنا الوطني السابق وأيضا نجم نادي اتحاد كلباء. سلطان عادل من اللاعبين المميزين، أخذ رودولفو أيضا لتشكيلة منتخبنا الوطني، هذا هو سلطان لاعب من اللاعبين المميزين بالفعل. طبعا مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز اتحاد كلباء بنتيجة هدفين لهدف، ومين اللي سجل؟ سجل عثمان كمارة اللي عاد للشارقة الآن، طبعا كان هو على سبيل الإعارة في اتحاد كلباء وعاد لصفوف فريق نادي الشارقة الآن من جديد، واللي هو عثمان كمارة. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة العروبة، فريق جيد فريق بالفعل يقدم كرة قدم ممتازة، يمتلك أيضا لاعبين جيدين، الحديث هنا عن سعيد عبيد، الحديث هنا أيضا عن علي مدن، كل هذه أسماء قادرة بالفعل يعني أن تعمل الفارق تماما. 2-1 الدور الأول كما ذكرت، عثمان كمارة وأحمد عامر، وسجل سعيد أيضا للعروبة، سعيد علي سعيد الرواحي هو من سجل لفريق العروبة. بينما هنا في الدور الثاني الآن، وهذه ثاني مباراة الآن تجمع الفريقين، بينما التقى الفريقين في العديد من المباريات طبعا على مستوى دوري الدرجة الأولى وكسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، يعني لقاءات كثيرة جمعت الفريقين راح نتحدث عنها إن شاء الله من خلال مجريات اللعب. لكن دعونا لنضع المشاهد الكريم بالصورة، اسمع مني، العروبة لعب 13 مباراة فاز في مباراة وحيدة فقط وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 لقاءات وله 14 هدف وعليه أيضا من الأهداف أهداف كثيرة طبعا على العروبة، على العروبة 46 هدف، 46 هدف على فريق العروبة. في الدور الأول كان عليه 33 هدف، الآن وصل إلى 46 هدف. طبعا العروبة كما ذكرت يعني خاب 19 مباراة انتصار وحيد، 7 تعادل، 11 هزيمة، الآن 19 هدف له عليه 46 هدف، نقاط 10 في المركز 13. بينما اتحاد كلباء في المركز 10 ب 19 مباراة فاز في 4، تعادل في 8 وخسر في 7، سجل 22 هدف ودخل مرماه 27 هدف ولديه من النقاط 20 نقطة وهو في المركز 10، مركز مهدد تماما، مهدد مركز اتحاد كلباء. كرة اللعب وبالراس إلى خارج أرضية الملعب. نعم، ليش مركز مهدد اتحاد كلباء؟ على اعتبار أن خورفكان عنده 18 نقطة، خورفكان أيضا عنده مباراة يوم غد، فلذلك يعني في حالة تعرض اتحاد كلباء لخسارة أو شيء ربما يأتي للمركز 11 ويقفز خورفكان للمركز 10، على اعتبار أن يوم غد أيضا لدينا لقاءين، لدينا العين مع الوصل ولدينا خورفكان مع بنياز، لكن اليوم عندنا بنفس التوقيت الظفرة وعجمان والإمارات مع الوحدة. ركلة ركنية الآن لمصلحة اتحاد كلباء اللي شايفه ماسك كرة بشكل أفضل من بداية المباراة. الآن حكم اللقاء عمر العلي، طبعا هذا الحكم أدار لقاءين لاتحاد كلباء بدوري أدنوك للمحترفين، لقاء العين اللي انتهى 4-1 وأيضا لقاء
الجزيرة واتحاد كلبان انتهى 0-0. كرة اللعب وتتخلص هذه. لا زالت المحاولة الآن لمصلحة فريق نادي اتحاد كلباء. هذا جشك، هذا جشك ليترك الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب بإشارة كانت من سعيد المنصوري أيضا المساعد الثاني في هذه المباراة. نعم حكم اللقاء أدار لقائين اتحاد كلباء، واحدة خسر مع اتحاد كلباء والأخرى تعادلة، بينما أدار لقاء وحيد للعروبة أمام العين وفي اللقاء اللي انتهى 1-1 اكتسب 6 ركلات جزاء ولديه أيضا 3 حالات طرد. كرة تعود بجديد الآن، محاولة تخلص هذه على طول. كل لاعبي فريق نادي العروبة الآن متراجعين للخلف، ضغط الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء وكرة اللعب ولا زالت خطيرة. جوشك وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب الآن. هذا هو جوشك، سدد الكرة الماضية وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. أصبحت الآن إلى ركلة مرمى ويبدو في إصابة هناك لأحد اللاعبين. بالسلام إن شاء الله، بالسلام إن شاء الله. شايف عمر آل علي الآن يعني يتحدث مع اللاعب، وإصابة للاعب، ونقول سلامات أيضا للاعب المصاب، يرجع إن شاء الله بالسلامة يكمل المباراة مع الزملاء. الموسم الماضي، اسمع مني، في الموسم الماضي بنفس هذه الجولة 19 مباراة لعبها اتحاد كلباء، فاز في 7 تعادل في 5 خسر في 7، وكان عنده 21 هدف وعليه 30 هدف، عليه 30 هدف. أتحدث عن الموسم الماضي، لكن هذا الموسم الآن عليه 27 هدف وله 22 هدف. كرة تعود صافرة وخطأ الآن، خطأ لمصلحة فريق العروبة، والخطأ كان للاعب الدولي البحريني علي مدد، واحد من الأسماء القوية أيضا في تشكيلة فريق نادي العروبة. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة العروبة، محاولة الآن عادت لمدن تتخلص من أمام علي مدن إلى خارج أرضية الملعب. طبعا علي مدن هو هداف الفريق ب6 أهداف، يأتي بعد ذلك سعيد عبيد ب5 أهداف أيضا هدافي فريق العروبة. هنا واضح بالصورة محمد خلفان أحد اللاعبين أيضا أصحاب الخبرة، رمي التماس الآن لمصلحة فريق العروبة. سالم سيف يلعب كرة الآن للأمام باتجاه محمد، وكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس الآن، هنا محمد خلفان واضح في الصورة، رمي التماس الآن لمصلحة فريق العروبة، وكرة تبعد أيضا إلى تماس أخرى الآن. فريق العروبة لعب الدور الأول على ملعب 7 مباريات، ولعب الدور الثاني على ملعب 3 مباريات. كرة تعود من جديد الآن، رمي التماس، تخلص هذا. تصل الآن باتجاه بانيل ملابا، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. بانيل ملابا طبعا هذا الموسم 4 أهداف، 4 أهداف بسبب غياب أيضا كثير من المباريات اللي غابها بسبب الإصابة. عثمان كمارا اللي انتقل أيضا في صفوف الشارقة عنده 4 أهداف مع فريق اتحاد كلباء. كرة تعود من جديد الآن، حاول يمر سلطان عادل، وبعد ذلك هناك مصافرة ورمي التماس الآن لمصلحة أو في خطأ أو رمي التماس، رمي التماس، رمي التماس يا كابتن، رمي التماس. اللاعب عبد العزيز حمد فكر بأن هناك في خطأ، لكن هي رمي التماس. تعود من جديد الآن، عبد العزيز يرسل كرة أمامية باتجاه جشك، كرة تتخلص تصل لسلطان ملابا الآن، يلعبها لسلطان عادل الآن، وكرة اللعب وتصطد هذه أيضا بلاعب فريق نادي العروبة واللي هو اللي واضح بالصورة أولوتونغي، والكرة بعد ذلك تذهب إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس الآن، تعود من جديد، ضغط الآن مستمر لمصلحة فريق اتحاد كلباء وكرة اللعب، وبعد ذلك أيضا تعود من جديد. لازالت المحاولة مستمرة ورأسية على طول من ملابا، بانيل ملابا بالفعل صاحب الرأسية الماضية اللي لعب الكرة الماضية، وتصل سهلة لحارس المرمى أحمد حمدان الحوسي، والده أيضا كان أحد الرياضيين الكبار كابتن حمدان الحوسي وحداوي الطراز الأول. كرة تعود بجديد الآن، محاولة الآن صافرة وخطأ الآن لمصلحة العروبة، وضربة حرة مباشرة الآن خارج منطقة الجزاء لمصلحة فريق العروبة.
هنا واضح بالصورة محمد خلفان، شايف هذه الكرة الماضية. نعم كان في تدخل أيضا، كان في تدخل والخطأ كان موجود، يحتسب حكم المباراة السيد عمر آل علي. هنا العبيدي الآن في حديث مع أحمد حمدان الحوسري، طبعا يعطي توجيهات واللاعب أيضا يوجه اللاعبين داخل أرضية الملعب. فتحي العبيدي مدرب تونسي يعني متواجد في بلجيكا لسنوات، متواجد أيضا في الدوري البحريني أيضا هناك لسنوات، مدرب بالفعل استطاع أن يقود فريق نادي العروبة إلى مصاف المحترفين، يعني بالفعل شغله أيضا باين. جالوكا منازلا على تنفيذ الخطأ لمصلحة فريق نادي العروبة، وضربة حرة مباشرة الآن بمكان جيد، لأن جالوكا أيضا من اللاعبين اللي يمتازون بالتسديد من خارج منطقة الجزاء. راح نشوف له، راح نشوف ضربة حرة مباشرة الآن منيز على التنفيذ الآن جالوكا منيز، كرة اللعب وتعدي خطيرة جدا، خطيرة جدا كانت لمصلحة فريق نادي العروبة، هو التهديد الأول في المباراة الآن لمصلحة العروبة. شايف لعبها بشكل حلو، بشكل حلو لعبها لف تماما بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن ركلة مرمى لمصلحة فريق اتحاد كلبا. نعم يعني أحيانا في كرة القدم أنك تسيطر كثيرا وتستحوذ كثيرا، ولكن من كرة واحدة ربما تنهي المباراة، ولنا أمثلة كثيرة، لنا أمثلة كثيرة. كرة تعود من جديد الآن، محاولة لمصلحة فريق اتحاد كلباء، تعود من جديد الآن في وسط الملعب، محاولة الآن مستمرة لاتحاد كلباء. كرة اللعب للأمام جشك سريع خطير جدا، يعتمدون دائما بهذه الطريقة على العرضيات، لكن الكرة الماضية يوسف خلفان أيضا يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. أصبحت ركلة ركنية خورخي دا سيلفا. نعم مباراة صعبة كما ذكر، مباراة صعبة. الحال كذلك أيضا فتح العبيدي، قال إننا نلعب مباريات ونهائيات فوز. لاحظ الالتحامات هنا، حكم اللقاء عمر آل علي بابتسامة أيضا نشاهده. عمر آل علي طبعا هذا الموسم أدار 11 مباراة، هذه مباراة رقم 12، أخرج 34 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء. لدينا الآن ركلة ركنية، كرة اللعب عالية للأمام وبالرأس أيضا تمر إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب الآن أصبحت إلى ركلة مرمى. لاحظ هذه الكرة الماضية، عبد السلام طبعا المدافع هو من انقض على الكرة الماضية وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق نادي العروبة. على السريع طبعا نذكر كل من يتابعنا الآن ويشاهدنا عبر أبو ظبي الرياضية، اسمع مني الآن، العين في الصدارة ب 46 نقطة ولديه مباراة يوم غد. الجزيرة يقفز للمركز الثاني مؤقتا بانتظار مباراة الوحدة والإمارات اليوم أيضا التي تقام بنفس هذا التوقيت. الوحدة الآن بالمركز الثالث ب 39 نقطة، مشاركة أيضا مع الشارقة بنفس الرصيد 39 نقطة، ولكن أكيد بأن أيضا بمواجهة الفريقين الوحدة في المركز الثالث والشارقة في المركز الرابع. وهذه الكرة للأمام تعدي أيضا، يأتي شباب الأهلي في المركز الخامس ب 30 نقطة، ثم بنياس ب 28 نقطة، وربما يقفز أيضا للمركز الخامس بانتظار مباراته أيضا يوم غد أمام أوربكان. الوصل هو الآخر أيضا بانتظار مباراة أمام العين برصيد 26 نقطة، عجمان ب 25 نقطة، النصر بعد ما تلقى هزيمة يوم أمس من الشارجة أيضا بقى ب 25 نقطة، اتحاد كلباء في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، أوربكان برصيد 18 نقطة في المركز الحادي عشر، والظفرة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، ثم يأتي بعد ذلك العروبة في المركز الثالث عشر بعشر نقاط، ثم يأتي الإمارات في المركز الأخير بتسع نقاط، وتنتظر مباراة مهمة أيضا بنفس هذا التوقيت الآن أمام فريق نادي الوحدة الملاحق أيضا لفريق نادي العين مع الجزيرة، اللي بالفعل في الجولات الماضية استطاع أن يتقدم للأمام وأن يحقق نتائج إيجابية وفوز، فواصل الآن للمركز الثاني. عبد العزيز حمد الآن كرة اللعب للأمام، الطائرة هذه تعود من جديد الآن تتسلط، لا زالت المحاولة، زكريا الآن يلب كرته بشكل حلو، الآن زكريا يلعب كرة ولكنها قصيرة أيضا، يونيس خلصها على طول الآن لمصلحة فريق نادي العروبة، وهذه الكرات اللي راح يعتمدون عليها باتجاه عني مدن، ولكن كرة مقطوعة قبل أن تصل لعني مدن أيضا
من قبل فهد سبي. كرة تعود من جديد الآن في منتصف الملعب، ناصر عبد الهادي ناقلها لزوليك الآن في وسط ملعب فريق اتحاد كلمات. تغيير اللعب في المكان الفاضي تماما هناك باتجاه اللاعب جشك، وكرة ملعوبة لجشك، خطيرة هذه الاتحاد كلباء، خطيرة كرة اللعب، خلصها الحسني، عادت من جديد الآن وتبعد من سالم سيف للأمام. مباراة جيدة بالفعل بانطلاقتها، مباراة حلوة بانطلاقتها، حتى الآن نشاهد فريق اتحاد كلباء يعني ماسك كرة بشكل أفضل الآن، ملعب الآن يحاول فيها مع سالم، مع سالم خلصها من أمامه إلى خارج أرضية الملعب بين الملعب. هاجم فريق اتحاد كلباء، لاحظ هذه الكرات الخطيرة اللي يعتمد عليها فريق اتحاد كلباء دائما عن طريق اللاعب واللي هو جشك صاحب عرضيات أيضا جميلة ورائعة أيضا، لعبها على طول داخل منطقة الجزاء. زكريا الآن يحاول يمر، يرسل كرة الآن هناك في الجهة اليمنى، محاولة الآن لجشك، جشك تبعد من أمامه، خلصها من أمامه أيضا، عادت من جديد الآن لمصلحة فريق العروبة. كعك على طول عادت من جديد الآن، جشك حاول، لا يا سلام يا سلام بشكل ممتاز أيضا تبعد، تصل الآن في منتصف الملعب، محمد خلفان حاول يمر ولكن على طول أيضا يضايق عبد السلام، تعود من جديد الآن باتجاه ناصر، وكرة ملعوبة الآن أمامية لمصلحة فريق اتحاد كلباء ليحاول أيضا في بداية المباراة أن يخطف له هدف في هذه المباراة. العروبة طبعا يحاول أيضا إما الفوز أو على الأقل تقدير خط نقطة في هذه المباراة، لأن العروبة عنده مواجهات أيضا مباشرة مع الإمارات ومع الظفرة أيضا في الجولات القادمة. فيقول لك اليوم مباراتهم صعبة، يعني الظفرة عنده يا عجمان، وعجمان من الفرق الجيدة، وأيضا الإمارات عنده مع الوحدة، والوحدة منافس يعني ربما أيضا فرق تخدم فرق أخرى، ولكن في عالم كرة القدم يجب أنك تخدم نفسك بنفسك أولا دون الانتظار لنتائج الآخر. زبيل يلعب لناصر الآن في وسط الملعب، تمريرة ممتازة لعبد العزيز هنا في الجهة اليسرى، محاولة الآن لاتحاد كلباء، زوليك انطلاقة أمامية الآن، روبر وكرة عرضية ولكن تخلص الآن، لا زالت المحاولة، كاك يلمها بشكل حلو الآن، يرسل كرة ممتازة لو عدت خطيرة، ولكن هناك في صافرة وفي خطأ أيضا من قبل حكم اللقاء عمر العلي. يعني واضح تماما، واضح تماما فريق العروبة يعتمد على الكرات المرتدة، حاول أن يباغت أيضا فريق اتحاد كلباء. هذه الكرة أيضا اللي مرت من أمام رأس جشك، كرة خطيرة جدا كانت لمصلحة فريق اتحاد كلباء. صافرة وخطأ الآن وضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. الوحدة يسجل أول أهداف الآن في مرمى الإمارات، إذا هذه نتيجة تسعد العرباوية، تسعد العرباوية. هي كرة اللعب الآن للأمام، تعود من جديد سالم سيف، سالم محاولة الآن، سالم حاول يمر ولكن تقطع من أمامه أيضا سلطان عادل يلعبها على طول، خلصها أولوتونجي، عادت الآن لحبوش أولوتونجي، وكرة اللعب عالية للأمام باتجاه محمد خلفان، عبد السلام يبعدها ايضا، عادت من جديد الان مرتده لمصلحه فريق العروبه، انطلاق او الاتحاد كلباء الان. نقترب مشاهدينا الكرام من الدقيقه رقم 20 ولا يزال التعادل مستمر بدون اهداف حتى الان فيما بين الفريقين، علما بان نتيجه الدور الاول انتهت بفوز ايضا لمصلحه فريق اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف. كره تعود الان صافره وخطا للدولي البحريني علي مدن لاعب المنتخب البحريني اللي واضح بالصوره. خطأ أيضا يحتسب حكم المباراة على لاعب محمد زبيل، وضربة حرة مباشرة هذا هو واضح في الصورة. دا سيلفا مدرب فريق اتحاد كلباء، وعلى الطرف الآخر أيضا العبيدي، والكل أيضا يوجه فريقه ويوجه لاعبيه أيضا في هذه المباراة. مباراة كما ذكرت يعني خلاص الآن نحن يعني على بعد 7 إلى 6 جولات من نهاية دوري الدق للمحترفين، والآن الأمور تسير وضغط من أعلى الجدول وضغط في أسفل الجدول. كرة اللعب الآن للأمام، خروج حارس المرمى بالخطأ والمرمى فاضي. أوه. جمال عبد الله خروج خاطئ تماما في الكرة الماضية، لو لبسها بشكل جيد لاعب فريق العروبة لكان أول الأهداف في هذه المباراة. لاحظ الكرة الماضية من خلف المدافعين يتسلل ويضرب العطاس أيضا الكرة الماضية ولكن تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا رضا عطاسي محترف المغربي لاعب فريق نادي العروبة
الكرة الماضية كانت خطيرة جدا على مرمى اتحاد كلبا. الكرة تعود من جديد الآن عبد العزيز حمد. عبد العزيز حاول يمر الكرة في وسط الملعب عن طريق اللاعب ناصر، ناقلها بشكل ممتاز الآن وهنا لفهد سبيل، تمريرة من سبيل لمحاولة الآن وكرة عرضية ملابا. ملابا الكرة الماضية ملابا ما تعامل معها بشكل جيد، لاحظ عرضية على طول، وأيضا يعني يحسب على دفاعات العروبة أن كيف يترك ملابا بهذه الطريقة، كيف يترك ملابا بهذه الطريقة. نعم الكرة الماضية خطيرة جدا كانت على مرمى فريق نادي العروبة في محاولة كانت عن طريق اللاعب باني الملابا. 4 أهداف هذا الموسم، هداف كبير هداف خطير، لكن هذا الموسم 4 أهداف حتى الآن. كرة تعود من جديد تتخلص، هذه تصل الآن في منتصف الملعب، عبد السلام يبعدها، بدأ الآن فريق العروبة يدخل أجواء المباراة. كرة تتخلص من أمام الآن اللاعب فريق نادي العروبة، عادت من جديد الآن عبد العزيز يرسلها لسلطان، سلطان عادل حاول يمر يمسك كرة أيضا بشكل جيد، لاعب بالفعل هادي تماما يلعب الرجل اليسرى مثل والده، مثل والده لاعب الرجل اليسرى. الكرة الآن تذهب إلى خارج أرضية الملعب، زكريا كان واضح بالصورة، الوحدة هناك يتقدم على الإمارات بهدف مقابل لا شيء، وراح نوافيكم بالنتائج أول بأول أول بأول لأن في جولات مهمة ومهمة جدا أيضا. هذه الجولة خلاص فيها أمور أيضا كثيرة ربما تحدث. انطلاقة للأمام، بلا ملابا بين الملابا لعبها تعود للزولخ وتسديده ولكن إلى خارج أرضية الملعب. هذا روبن زولخ أيضا اللي لعب الكرة الماضية وراحت إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن إلى ركلة مرمى. لاحظ هو اللي انطلق لعبها ملابا بعد ذلك أيضا تركها لزولخ، وزولخ اللي سدد أيضا وكرة سهلة تمر إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت إلى ركلة. طبعا فريق اتحاد كلباء الموسم الماضي قدم عروض قوية واكتسب لاعبو خبرة في أول مواجهات الفريق سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، للاستمرارية أيضا اللي شهدها الفريق والتطوير الفني وتجانس اللاعبين واستقطاب أيضا لاعبين مميزين مثل مهند العنزي، حبيب الفردان، استمرارية أيضا أحمد عبد الله جشك، ارتقاء مستوى اللاعبين عبد السلام وناصر عبد الهادي وخالد الزري ومحمد سبيل وشاهين، وعودة نجم الفريق طبعا اللاعب الكبير منصور محمد أيضا بعد أن أجرى جراحة الرباط الصليبي، وظهور لاعبين على مستوى عالي تضمهم أيضا في المتميزين بقطاعات الشباب وظهور مميزين وتصعيدهم للفريق الأول أمثال سلطان عادل ومحمد عبد الله ومحمد عامر وسعيد النقبي، كل هذه أسماء أيضا يعني كانت متواجدة. خروج خاطئ، الحسني أيضا بخروج خاطئ في الكرة الماضية ولكن ما تعامل معها روبرت، شو اللي تبغيه بعد؟ شوف شوف شوف، لا 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 لا، خروج بهذه الطريقة بالفعل قد يكلف الفريق، يعني الكرة بعيدة والكرة تماما. شوف نعم ربما يكون في احتكاك، ربما أيضا هذه ربما أيضا كانت تسبب مشاكل على مرمى العروبة بخروج حارس المرمى، لكن أولاتونغي بالتوقيت المناسب أبعدها بالتوقيت المناسب أولاتونغي من أمام زولخ في واحدة أيضا من المحاولات الخطيرة والخطيرة جدا أيضا. كرة تعود من جديد محمد سبيل، الوحدة يضيف الهدف الثاني الآن في مرمى الإمارات، إذن الوحدة يضيف الهدف الثاني في مرمى الإمارات الآن. كرة تعود من جديد، محاولة عبد العزيز، انطلاقة للأمام، والوحداوية رايحين واصل نهائي الكاس وملاحق أيضا لفريق العين، وهنا محاولة الآن كرة تتخلص والدوري ولع في المقدمة تماما، ولع تماما شارجي بانتصار يوم أمس على النصر أيضا دخل في دائرة المنافسة، الجزيرة والآخر أيضا دخل في دائرة المنافسة، الوحدة يواصل أيضا مطاردته للعين، يعني هنا خلينا نقول تقريبا يعني ال4 فرق الآن في صلب المنافسة هي الجزيرة الوحدة الشارقة والعين اللي متصدر أيضا في دوري أدنوك للمحترف. كرة تعود من جديد الآن ناصر عبد الهادي، ناصر يلعب كرة لزكريا على طول باتجاه جشك الآن،
احمد عبد الله جشك في محاوله الان لمصلحه فريق اتحاد كلباء، عادت لفهد سبيل، ناصر تعود لزكريا. شوف كل لاعبي فريق العروبه الان متراجعين، يعتمدون على لعبه، يعتمدون على هجمه مرتده. ايضا تخلص لهم المباراه، كره تعود ما في شك. هذا يعني الفريق يطمح ويتمنى ايضا بان يبقى الفريق اللي وصل ايضا لدوري المحترفين في الموسم الماضي. كرة تعود من جديد الان، حاول الان مرور ممتاز، وكرة تصل لاتحاد كلباء. ناصر يلعب كرة، وين هذه؟ وين؟ بشكل غريب، بشكل عجيب. يعني ايضا فريق العروبة اللي حقق 7 تعادلات مع فرق بالمستوى الاول في التصنيف، الامر الذي يدعو ايضا للحيرة، والظهور امامهم كند عنيد صعب المراس. ان تلعب امام فريق بحجم جزيره، شباب الاهلي، الشارقه، النصر، العين، تعادل مع فريق العروبه ذهابا وايابا، ليس بالامر السهل على فريق العروبه ايضا الذي ظهر تواجده في اول مره، يخوض التجربه الاحترافيه. يعني كل هذه امور كثيره جدا للعروبه، كره ملعوبه الان عاليه للامام وتعدي الى خارج ارضيه الملعب. لأول مرة يخوض التجربة الاحترافية. الأمر الثالث والملف والملفت للنظر أيضا أن الفريق تلقى الخسائر الكبيرة من أندية الوحدة، وفي مباراة العودة أيضا 4، ومن النصر 5، ذهابا 1-1، مع الجزيرة 1-0، ذهابا أيضا 1-0، عودة مع الوصل 5. فهذه ظاهرة أكيد الإدارة الفنية لفريق العروبة ستقوم بدراستها لمعرفة أيضا القصور ومحاولة إيجاد الحلول والعلاج بالمباريات الست القادمة. مباريات مهمة جدا في الجولات القادمة. خلاص الآن دوري، يعني كل مباريات راح تكون مهمة سواء في القمة أو في القاع. رمي التباس طبعا عمر العلي، يقول له العب الكرة من مكان ما طلعت. عبد السلام الآن، عبد السلام محمد سبيل، لعبها محمد باتجاه عبد العزيز، خلصها سالم بشكل ممتاز، تصل لعلي مدن، علي يا سلام، مرور ممتاز، مرور ممتاز، وهناك لمسة يد يحتسبها حكم المباراة على علي مدن. عندما سقط طبعا حاول انه ايضا يعطل الهجمة بخطأ تكتيكي. يعتمد اتحاد كلباء شايف الآن على الكرات الطويلة من خلف المدافعين، خلف المدافعين. كرة تعود الآن من جديد، كاك، بوش، يوسف خلفان، سالم سيف، سالم يرسل كرة طويلة للأمام أيضا، تبعد أيضا من عبد العزيز، تعود لعبد السلام، كلها تمريرات الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء. نقترب إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية، من النصف ساعة الآن في هذه المباراة، والأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف، بدون أهداف. كرة تصل الآن لسلطان عادل، سلطان حاول يمر، صافرة وخطأ الآن في مكان أيضا خطير على اللاعب أولو تونغي، وضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء. لاحظ المرور، بعد ذلك المسك كان موجود والخطأ كان موجود من قبل حكم المباراة. طبعا نذكر أيضا بأن كل القرارات التحكيمية لدينا هناك خبير التحكيم في قنوات أبو ظبي الرياضية الكابتن مسلم أحمد، اللي راح يقف على كل خطأ في هذه المباراة. نحن هنا لا نتحدث تماما على التحكيم أبدا، ما لنا دخل، ما لنا دخل. خطأ الآن زولف روبرت على التنفيذ الآن، شايف ما شاء الله ما شاء الله، ملابة ملابة أطول من الجميع. خطأ الآن في مكان خطير جدا لمصلحة فريق اتحاد كلباء. نصف ساعة تمضي، لا جديد، 0-0. زولخ يلعب كرة للأمام وتبعد أيضا من رضا عطاسي إلى خارج أرضية الملعب. هذا رضا العطاسي،
المدافع المغربي ايضا اللي لعب الكره الماضي، شايف راسيته ايضا وخلصها الى خارج ارضيه الملعب، اصبحت ركله ركنيه لها. زولك على التنفيذ الان. ده الحسني حارس طبعا حماسي، حارس وعلى فكره واحد من الحراس المميزين، وهذا الموسم دورينا ما يميز الحراس يعني من الظواهر الجميله ايضا الحراس، تنافس كبير، هذه راسيه الى خارج ارضيه الملعب، يعني تتحدث عن علي الصيف، تتحدث عن خالد عيسى، تتحدث عن فهد الضرحاني، تتحدث عن علي الحسني، تتحدث عن عادل الحسني، تتحدث ايضا عن شامبيه حارس فريق نادي النصر اللي استطاع يوم امس ايضا ان يتصدى لثلاث ركلات جزاء في المباراه، وقد تكون هي الظاهره الاولى اللي تحدث في دوري المحترفين بان يتصدى حارس لثلاث ركلات جزاء في المباراه، ما اتحدث عن ركلات ترجيحيه، اتحدث في المباراه، لان اذا نتحدث على ركلات ترجيحيه فان هناك حراس كثر ايضا تصدوا نعم للركلات، اذا لم تخني الذاكره فان حارس مرمى الجوارح فريق الشباب السابق ايضا سالم اللي تصدى لثلاث ركلات جزاء في مباراه الجزيره، ايضا ان لم تخني الذاكره محسن مصبح في نهائي الكاس 2003 مع الوحده، ما ادري اذا تصدى الى ركلتين او ثلاث، لكن في المباراه ركلات جزاء يبدو بان الحارس شامبيه هو اول حارس يتصدى لثلاث ركلات جزاء في دوري المحترفين. خطا الان حمدان، الان احمد حمدان الحسني يرسل كره طويله واماميه الان، تعود من جديد، تتخلص ايضا انطلاق الان، بعد ذلك هناك في صافره وفي خطا الان لمصلحه سلطان عادل اللي غير مكانه الان، راح على اليمين واتجشك على الشمال، تغيير طبعا داخل ارضيه الملعب، تعود من جديد فهد سلطان، مرور مع دوران، لكن ايضا منيز خلصها من امامه، رمي التماس الان من جديد لمصلحه تاريخ اتحاد كلبات، 33 دقيقه الان، الامور لا زالت عند التعادل السلمي بدون اهداف، عبد العزيز ممكن فيها عرضيه، بالفعل هي كذلك عرضيه باتجاه ملابا، ولكن لا زالت المحاولة، منيز أبعدها، ملابا خلصها، العطاسي أبعدها، حائرة لا زالت، وملابا بالرأس ورأسية أيضا إلى خارج أرضية الملعب في محاولة خطيرة جدا كانت لمصلحة فريق نادي اتحاد كلبة، لاحظ في ارتباك أيضا، لاحظ منيز لم يخلصها، بعد ذلك أبعدها، هنا أيضا الرأسية، هنا العطاسي أيضا الكرة الماضية، وبعد ذلك يأتي أطول من الجميع هيئها لسلطان، وسلطان أيضا يلعبها إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن ركلة مرمى لمصلحة فريق نادي العروبة. لا يزال طبعا التعادل السلبي مستمر فيما بين الفريقين. أولا تونجي تعود الآن في وسط الملعب، مقطوع الآن ضغط ممتاز، جشك ينطلق الآن محاولة الاتحاد كلباء، جشك وتسديدة أيضا، كان سلطان عادل في مكان جيد، في مكان جيد لو هيأها لسلطان عادل كان ربما تكون أخطر على مرمى العروبة. لاحظ هذه الكرة الماضية والتسديدة أيضا من أحمد عبد الله، جشك مرت إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ركلة مرمى. اسمع مني الآن، إجمالي المباريات التي أقيمت قبل مباراة اليوم 135 مباراة، إجمالي المباريات، اسمع مني، إجمالي المباريات اللي انتهت بالفوز 101 مباراة، وإجمالي المباريات اللي انتهت بالتعادل 34 مباراة انتهت بالتعادل،
وإجمالي الأهداف المسجلة قبل مباراة اليوم 362 هدف، الأجانب سجلوا 269 هدف والمواطنين سجلوا 93 هدف. في هذه اللحظات الظفرة يسجل في مرمى عجمان، إذن الظفرة يتقدم على عجمان الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة تعود وتتخلص إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن إلى ركلة مرمى. إذن هناك أيضا مباراة مهمة، مباراة مرتبطة. الظفرة طبعا يفوز بمباراته، يصل لنقطة رقم 18، يبتعد تماما عن العروبة والإمارات. بدنا نقول أيضا بأن الشوط الأول تم تسجيل فيه 162 هدف، والشوط الثاني تم تسجيل فيه 200 هدف. هنا محاولة الآن وكرة تعود تصل إلى جمال، أوهو جمال في الكرة الماضية. هدايا رمضان تتواصل، يوم أمس هشام بيه في لقاء الشارقة، واليوم جمال عبد الله، ولكن لحسن حظك يا جمال بأن الكرة الماضية أيضا ذهبت، هي نقول بلغتنا قلشت من قلشت من نعم. الآن في ركلة ركنية لمصلحة فريق العروبة، كرة اللعب تخلص الآن، تعود من جديد وكرة ترسل للأمام، يونس حاول فيها وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس. رمي التماس الآن، حكم اللقاء طبعا يريد أن تلعب الكرة من مكان خروج محمد خلفان، كرة طول أيضا إلى خارج أرضية الملعب. الآن رمي التماس، العزيز واضح في الصورة، عبد العزيز حمد جشك حاول يمر، والكرة لا زالت في أرضية الملعب. لاعب سريع، لاعب سريع، غير مكان الآن من اليمين للشمال زكريا، تغيير اللعب من زكريا بشكل ممتاز، هناك في المساحة الفاضية تماما، يعني يبدو بأن هدف الظفرة حتى الآن لم يحتسب، رغم أن سجل الظفرة ولكن لم يحتسب، وهذه كرة حتى الآن إذن لم يعلن عن هدف الظفرة. راح نشوف هل هناك قرار أيضا في مباراة الظفرة وعجمان، بالسلام إن شاء الله. لكن الوحدة يتقدم بهدفين على الإمارات، وهنا التعادل السلبي مستمر بدون أهداف، وراح تستكمل المباريات يوم غد أيضا بلقائين. السلام إن شاء الله، السلام إن شاء الله. هنا حارس المرمى أحمد حمدان، إذا الظفرة واحد، ظفرة هدف، عجمان لا شيء. كرة تعود من جديد، جمال سيطر على كورته. إذا المباريات اللي تقام معنا كلها سجلت فيها أهداف، إلا مباراتنا حتى الآن بدون أهداف. زلك تعود من جديد الآن لمصلحة اتحاد كلباء، الفريق الأكثر سيطرة. زولخ يتقدم، يسدد، وسهلة تماما بيد حارس المرمى حمدان الحوسني. هذا حمدان سيطر على الكرة بشكل ممتاز، يرسل كرة طويلة للأمام، خلفان يلعب كرة لو عدت خطيرة، ولكنها تتخلص أيضا من محمد سبيل. تعود من جديد زكريا، سلطان لزكريا من جديد بشكل ممتاز، خاطئة من زكريا هذه، عادت الآن من جديد لمصلحة
فريق العروبة وكرة تصل أمامية ولكنها أيضا تتخلص تصل لناصر عبد الهادي الآن في وسط الملعب. عبد العزيز حمد هنا في الجهة اليسرى باتجاه جشك اللي غير مكانه مع سلطان عادل. جشك ينطلق لاعب سريع ولكن أيضا تسديدة غريبة عجيبة إلى خارج أرضية الملعب. عند دقيقة 41 إذا مشاهدينا الكرام لا يزال التعادل السلبي مستمر هنا بدون أهداف. ضمن الأسبوع رقم 20 في دوري أدوك للمحترفين اللي لازال العين في الصدارة برصيد 46 نقطة. الجزيرة في المركز الثاني قبل مباراة اليوم يلعب الوحدة الآن، لأن لو فاز الوحدة راح يرفع رصيده إلى 42 نقطة وسيكون الفارق فيما بينه وبين العين 4 نقاط بانتظار مباراة العين. العين اللي تنتظر مباراة صعبة أيضا أمام الإمبراطور الوصلاوي. طبعا شباب الأهلي والشارجة توجهوا للمملكة العربية السعودية، كل التوفيق لهم إن شاء الله. الإمارات يسجل هدف الآن في مرمى الوحدة لتصبح 2-1. مباراة مثيرة هنا. كرة تعود من جديد. تسديدة أيضا ولكن على طول خلص إلى خارج أرضية الملعب. طيب مباراتنا ما فيها أهداف، نبغي هدف إحنا بعد. نبغي هدف في هذه المباراة. يلا اتحاد كلب، يلا العروبة. سجلوا لنا هدف على الأقل. كرة تتخلص الآن والطول إلى خارج أرضية الملعب، تصبح رمي التماس. تعود من جديد الآن لمصلحة العروبة. خلفان صافرة أيضا، يا أكثر الأخطاء. فينيزي ارتكب خطأ لمصلحة اللاعب عبد السلام. آخر دقيقة ونصف تقريبا الآن على نهاية الشوط الأول والأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف. رابطة جماهير اتحاد كلباء أيضا تتواجد تؤازر فريقها. كرة تعود من جديد. ملعبة وين راجع ملعبة؟ زكريا، ناصر عبد الهادي، عبد العزيز يلعب كرة ولكن سالم سيف بشكل ممتاز أيضا يخلص. يعني سيد فتحي العبيدي المدرب التونسي حتى الآن ناجح تكتيكيا بإقفال المنافذ وبالذود عن مرماه وبإبقاء النتيجة السلبية. يعني فتحي العبيدي يحسبها بالطريقة هذه، يقول لك الآن عندي 9، عندي 10 نقاط، أتعادل أصير 11 نقطة، عندي مباراة مع الإمارات وعندي مباراة مع الظفرة، يعني مواجهة مباشرة مع الفرق اللي راح يلعب معاها. كل أيضا ربما أفضلية. حسابات كلها حسابات، لازلنا 6 جولات متبقية. كرة تعود من جديد. زكريا الآن لازال يحتفظ بكرته، يرسل كرة عالية للأمام وتتهيأ وبعد ذلك تبعد أيضا تبعد. الوقت الأصلي خلاص انتهى، الوقت المحتسب بدل الضايع دقيقة واحدة فقط. زكريا الآن حاول يمر، يتقدم، يرسل كرة الآن بشكل ممتاز وكرة تعود وعرضية وبعد ذلك صافرة وخطأ على ملعبه. واعتقد بأن الشوط الأول خلاص ينتهي، يعني ما باقي إلا ثواني. الأمور إذن سلبية في الشوط الأول فيما بين الفريقين.
كرة اللعب الآن للأمام. في هذه اللحظات إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية ينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين السلبي بدون أهداف. إذا مشاهدينا الكرام استراحة قصيرة، نعود إن شاء الله مطلع الشوط الثاني في هذه المباراة. أما الآن سننتقل للزملاء هناك في الاستديو مسعود محمد والكباتن، نلقاكم إن شاء الله مطلع الشوط الثاني، إلى اللقاء. السيدات والسادة، والآن مع صاحب رابطة المحترفين الإماراتية على تذاكر المباراة. الفائز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عودة من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية، وبداية الشوط الثاني في اللقاء الذي يجمع فيما بين اتحاد كلباء والعروبة، أو العروبة واتحاد كلباء على اعتبار أن المباراة هنا تقام في ملعب العروبة. انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين السلبي بدون أهداف، كانت في أفضلية وكانت في فرص أيضا لفريق اتحاد كلباء في الشوط الأول، لم تستثمر ولم ينجح لاعبو اتحاد كلباء أيضا باقتناص الفرص اللي لاحت لهم أيضا في الشوط الأول. ننتظر الآن بداية الشوط الثاني فيما بين الفريقين، نأمل إن شاء الله بأن نشاهد أداء أفضل مما شاهدنا في الشوط الأول إن كان من قبل فريق اتحاد كلباء أو من فريق العروبة. كما ذكرت بأن أيضا نتائج المباريات الأخرى، عجمان أنهى الشوط الأول خاسرا أمام الظفرة بهدف مقابل لا شيء، والإمارات والآخر أيضا خاسر أمام الوحدة بهدفين مقابل لا شيء. هذه هي نتائج المباريات. نذكر أيضا بأن يوم غد لدينا لقاءين، بنياس فورفكان، ولدينا لقاء أيضا يجمع فيما بين الوصل والعين في مباراة كبيرة. يطلق حكم اللقاء سيد عمر العلي بداية الشوط الثاني في مباراة العروبة واتحاد كلباء. العروبة بالألوان الحمراء راح يكون، والبيضاء راح يكون على يمين السادة المشاهدين، بينما اتحاد كلباء على شمال السادة المشاهدين بألوانه المعتادة الصفراء. لا يوجد أو لا توجد أي تغييرات في تشكيلة الفريقين، الفريقين بنفس التشكيلة اللي بدأوا فيها الشوط الأول يبدأون الآن الشوط الثاني. زكريا الآن باتجاه ملابا، انطلاق الآن، ملابا يتقدم يسدد أيضا، ملابا غريبة عجيبة أيضا تصطد وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، الآن تصبح إلى رمي التماس. تعود من جديد زكريا لناصر، يلعب كرة على طول في الجهة اليسرى باتجاه زولك، تمريره هنا في الجهة اليسرى، سبيل يلعب كرة باتجاه جشك، غريبة أيضا، غريبة من جشك الكرة الماضية، تعدي أيضا تعود من جديد. كاك مينوز في وسط الملعب، حبوش، محمد خلفان، هذه الكرات اللي يعتمد عليها فريق العروبة، يعتمد على الكونتر أتاك، ومن كرة مرتدة يريد أن ينجح أيضا ب ضرب مرمى فريق نادي اتحاد كلباء. في دخول الآن حكم اللقاء سيد عمر العلي يتحدث مع اللاعبين. حتى الآن مباراة خالية من البطاقات، نأمل إن شاء الله أن تستمر، يعني اللاعب هو أعتقد بأن فقد توازن، لكن حكم اللقاء أشار لوجود خطأ الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء وضربة حرة مباشرة تلعب الآن، سبيل داخلها على طول لزكريا، زكريا وهنا لفهد، فهد سبيل يرسل كرة عالية للأمام الآن تتخلص هذه، تعود من جديد الآن في وسط الملعب، كاك، بوش، بوش حاول يمر وكرة تتخلص من أمام ملعب يخلصها، عادت لزولغ والتمريرة على طول باتجاه اللاعب سلطان،
مبدئي تحت فرصة كانت من حكم اللقاء وبالرأس، ولكن سهلة أيضا تصل لحارس المرمى. سلامات سلامات إن شاء الله، يكون بالسلام إن شاء الله لاعبين في أرضية الملعب. يوسف أولوتونغي ولاعب اتحاد كلباو، والاثنين إن شاء الله يقومون بالسلام ويكملون المباراة مع الزملاء. اتحاد كلباء ايضا بكاس الرابطه المحترفين تقابل اتحاد كلباء مع العروبه ملعب كلباء وفاز على العروبه 4-0. ومباراه الاياب بملعب العروبه حقق العروبه الفوز على كلباء بنتيجه هدف مقابل لا شيء. بمجموع المباراتين طبعا انتقل كلباء الى دور الثمانيه، وانتقل العروبه اللعب على المراكز من 9 إلى 14. لكن اتحاد كلباء بدور الثمانيه تقابل اتحاد كلباء مع الجزيره بملعب اتحاد كلباء، حيث تعادل الفريقين بنتيجه 3-3 ذهابا. ومباراة الإياب ملعب الجزيرة التقى الفريقين وحقق الجزيرة الفوز على كلبة وانتهت بنتيجة 2-1. يصبح مجموع المباراتين 5-4 لصالح الجزيرة، ليصعد الجزيرة لدور الأربعة. وإذا باتحاد كلبة لتحديد المراكز من 5 إلى 8 من بين 4 فرق لعب خلالها 3 مباريات واللي حصل فيها على المركز الخامس بجدول الترتيب. لكن أيضا بمسابقة سيدي صاحب سمو رئيس الدولة، اتحاد كلبة تقابل مع نادي العربي وفاز عليه 2-1 في دور الثمانية، ثم تقابل مع بنياس وخسر بنتيجة 2-0 وخرج من البطولة. يعني محصلة كلبة في 3 بطولات هذا الموسم، خرج اتحاد كلبة من بطولة كأس الرابطة، وخرج أيضا من كأس صاحب سمو رئيس الدولة. أما بالنسبة للمتبقي لفريق اتحاد كلبة في دور الهدنة وهو في المركز العاشر متبقي له أيضا بعد مباراة اليوم 6 مباريات، هكذا بالنسبة لفريق اتحاد كلبة. كرة تذهب الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس تعود الآن من جديد، محاولة مينوز يلعب كرة ولكن الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. ركل ركني ركل ركني، هذا الشيء اللي يعتمد عليه فتحي العبيد، شايف يعتمد على الكونتر أتاك والهجمات المرتدة، وإذا ما نجح في واحدة أعتقد بأن الأمور راح تكون صعبة على فريق اتحاد كلب. علي مدن هداف الفريق لاعب المنتخب البحريني غاب ايضا كم مباراه على العروبه، تاثر العروبه ايضا بغياب علي مدن واحد من اللاعبين المهمين في تشكيله السيد فتحي العبيدي. كره اللعب الان بالراس خطيره، هذه كره تعدي ايضا كره خطيره جدا. لاحظ هذه الكرات اللي يعتمد عليها فريق العروبه بالسلام ان شاء الله. لاحظ لاحظ يعني كان بالامكان افضل مما كان في الكره الماضيه. شوف راسيه بعد ذلك، يبدو محمد خلفان هذا اللاعب اللي لعبها، نعم محمد خلفان، والكرة الماضية أيضا عدت. بينما هنا رضا عطاسي أيضا المدافع المغربي، وهنا أحمد خميس صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة. أحمد خميس صال وجال في العديد من الأندية، واحد من الأوراق اللي ربما أيضا يعتمد عليها فتحي العبيدي في الوقت القادم. لا تغييرات لا تبديلات في صفوف الفريقين بعد مرور 5 دقائق الآن في الشوط الثاني. ملابا الآن تعود من جديد يلعب كرة، ملابا الآن بالخطأ هذه تتخلص من منوز أيضا خاطئة لزكريا، عدد من جديد زكريا الآن يرسل كرة أمامية باتجاه جشك، محاولة لاتحاد كلباء وجشك عرضية أرضية أيضا قصيرة هوش يبعدها هوش يبعدها، تصل الآن لكاك كاك بشكل حلو يلعب كرة عادت لكاك، انطلاق الآن لمصلحة فريق العروبة. العروبة يبحث عن كونتر أتاك، يبحث عن مرتدة، مرور ممتاز تقدم للأمام الآن، انطلاقة للأمام وكرة صافرة وخطأ خطأ الآن وضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق العروبة. نعم خطأ الآن في منتصف الملعب، لمصلحة العروبة الآن في وسط الملعب. بنوز على التنفيذ الآن، العروبة في الشوط الثاني شايفة أفضل، وهذا الكلام اللي ذكرناه في الشوط الأول. تعود من جديد الآن باتجاه جشك، شوف شوف يعني خروج حارس المرمى، حاول جشك ان ايضا يصطاد
حارس المرمى، لكن سرعان ما عاد. أحمد حمدان الحوسني واحد من الحراس الجيدين. كرة اللعب الآن طويل اللعب. بالراس تتهيأ. خلفان يلعب كرة والطول إلى خارج أرضية الملعب. نذكر أيضا أن الجولة رقم 21. عروبة راح يلاقي النصر في مباراة أيضا صعبة، بعدها راح يلاقي خارج ملعب الشباب الأهلي. ثم بالجولة رقم 23 راح تكون مواجهة مباشرة أمام الإمارات. بعد ذلك مع الوحدة. ثم مع خرفكان. هذه مباريات مهمة جدا لفريق العروبة. كرة تعود الآن، انطلاقة أمامية الآن لمصلحة اتحاد كلباء. خطيرة وتسديدة. تعود من جديد. ذكرنا طبعا اتحاد كلباء في كأس الرابطة، وذكرنا اتحاد كلباء في كأس سيدي صاحب اسمه رئيس الدولة وخروجهم ولعبهم على المراكز، كل هذه الأمور ذكرناها. اسمع مني بس. صافرة وخطأ الآن في وسط الملعب. يبدو الآن راح يكون في تغيير. في تغيير أو تغييرين. شايف حبيب فردان الآن يتهيأ للدخول. ربما أيضا بورخي الآن سيجري تغييرين. كرة تعود من جديد. خاطئة أيضا إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب الآن أصبحت إلى رمي التماس. الوحدة أربعة أهداف هناك الآن في مرمى الإمارات. الوحدة أربعة على الإمارات. نتيجة أيضا كبيرة يحققها فريق الوحدة بأربعة أهداف الآن مقابل هدف واحد. كرة تعود إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس الآن. نسبيا العروبة في الشوط الثاني أفضل. سيد خورخي دا سيلفا سيجري تغييرين. دفعة واحدة الآن. شاهد اللاعب بارون اللاعب القادم وحبيب الفردان. ولدينا رمي التماس الآن للعروبة. تلعب. تسديدة أيضا سهلة تماما إلى خارج أرضية الملعب، يعني بشكل غريب. الآن تغييرين. ناصر عبد الهادي راح يكون مكان حبيب الفردان. ناصر عبد الهادي اللاعب رقم 6 هو اللي راح يغادر أرضية الملعب. جشك يغادر أرضية الملعب أيضا. بارون مكانه وناصر عبد الهادي بدلا من ناصر موجود. ناصر موجود. زكريا محمد اللي غادر أرضية الملعب وحبيب الفردان مكانه. تغييرين الآن يجريهم. تغييرين دفعة واحدة لخورخي دا سيلفا الآن. بينما فتح العبيدي حتى الآن بنفس التشكيل اللي بدأ فيه الشوط الأول. ملابا. بارون اللبس الأولى من بارون يتقدم الآن. جوردن بارون. خطيرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. كرة أيضا كانت لمصلحة فريق اتحاد كلباء. يتفنن اللاعبون في إضاعة الفرص.
الشوط الثاني شوي بدأ جمهور اتحاد كلباء بازدياد. الكرة تعود من جديد صافرة وخطأ للعروبة الآن وضربة حرة مباشرة الآن في وسط الملعب. هذا كاك ضربة حرة مباشرة الآن دفع واضح كان. هذا فتحي العبيدي من النفس بأن فريقه يخطف نقطة الآن في هذه وهدف في هذه اللحظات. ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة العروبة. كرة ملعوبة بالرأس أيضا إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب الآن أصبحت ركلة مرمى. لماذا تفكر يا فتح؟ هل من تغيير؟ هل من أمور سنشاهدها؟ مدرب عملي، مدرب جدي أيضا في أرضية الملعب، يحسب لإدارة نادي العروبة بالفعل يعني بإبقاء سيد فتحي العبيدي. كنا عارف الفريق، مدرب صاحب تكتيك عالي يعني العروبة رغم خسائرة إلا أن يقدم أداء ممتاز، يقدم أداء ممتاز. الآن بالتغيير اللي حدث للسيد خورخي دا سيلفا، لأن الفردان يجيد العمل أمام الصندوق ويجيد المراوغة أمام المرمى ويجيد اللعب على الكرات العرضية المرسلة من الأجنحة سواء من اليمين أو الشمال، فلذلك دفع بالسيد خورخي دا سيلفا. هذه الكرة الآن وتصطد إلى خارج أرضية الملعب من فهد سبيل. عبد السلام، ناصر عبد الهادي، فهد سبيل لعبد السلام حبيب، تبعد من أمامه، تعود من جديد، تصل لسعيد، ما حصل ولا كرة اليوم في الأمام. كرة بالخطأ الآن، تعود من جديد، محاولة الآن لمصلحة اتحاد كلباء. كرة إلى خارج أرضية الملعب أيضا خطيرة كانت، خطيرة كانت، لكن يوسف أولتونغي، يوسف أولتونغي هو اللي أخطأ، هو اللي أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. كانت خطيرة على مرمى فريق العروبة يا مكثر الكرات الخطيرة. ركلة ركنية الآن سوني يرسل كرة عالية للأمام، حارس المرمى بشكل ممتاز يبعدها بقبضة يده أيضا. تعود من جديد، حاول فيها علي مدد بمهارة عالية، كرة مقطوعة الآن وصلت لفهد ولكن بفدائية أيضا لمحبوش. كرة تصل الآن لمدن، يتقدم الآن علي مدن، يمر يعرقل يحصل على خطأ أيضا وبطاقة صفراء الآن تشهر أيضا. طاقة صفراء لناصر عبد الهادي اللي عطل الهجمة أيضا في الكرة الماضية، لأن مدد بمهارات عالية لو راح شكل خطورة. يعني أعتقد بأن فتحي العبيدي بالدقائق القادمة سيجري تغيير. طيب خلنا نشوف مين دكة البدلاء. موجود أحمد خميس، ربما يكون لاعب قادم، أيضا خالد يحيى ربما يكون لاعب قادم من اللاعبين الجيدين أيضا المتواجدين في مقاعد البدلاء. الكرة تذهب الآن إلى خارج أرضية الملعب. بالسلام إن شاء الله. يبدو إصابة. يا ساتر. يا ساتر مزعجة هذه. الخلفية. بالسلام إن شاء الله، إن شاء الله ما تكون خلفية. لأن هذه من الإصابات المزعجة تماما.
سلامات إن شاء الله، سلامات. ولاعب مهم أيضا في خط الدفاع رضا عطاسي. مهم جدا في خط دفاع فريق العروبة. هنا جماهير اتحاد كلباء أيضا بالفعل مشكورة لفؤاد الفريق. هذا المشجع، هذا المشجع اللي دائما ما يتواجد حبا لفريق اتحاد كلباء. وجانب من الأطفال هنا حارس المرمى حمدان أحمد حمدان الحسن. هل تغيرت نتيجة الوحدة؟ الوحدة متقدم بأربعة أهداف على الإمارات، بينما الظفرة لا زال يتقدم على عجمان بهدف مقابل لا شيء. كرة اللعب له. هارون يلعب كرة الآن، وكرة اللعب وتصل على طول. باتجاه حارس المرمى. كرة اللعب للأمام. اسمع مني وشاهد عزيزي المشاهد ما أريد قوله، وطريقة لعب كلباء والاعتماد على الكرات العرضية المرسلة من الأجنحة. وهذا من الشوط الأول، من الشوط الأول. هنا محاولة، أوه راية 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 موجودة من الشوط الأول، واتحاد كلباء يعتمد عليه. ولكن التصدي لهذه الهجمات واقف لها بالمرصاد بالفعل فريق العروبه والكابتن فتحي العبيد. لاحظ هنا الكره الماضيه التسديده، لكن قبلها كانت درايه. هذا حبيب فردان، ورقه مهمه ايضا يدفع بها داس سيلفا. الامارات يسجل الهدف الثاني، اذا 4-2. مهرجان اهداف هناك في لقاء الامارات والوحده، 6 اهداف. بالسلام ان شاء الله، بالسلام ان شاء الله. هنا احمد خميس، اوه هذا الرحال، هذا هذا رحال، هذا اللي جاب كل الانديه تقريبا، يعني الانديه اللي اذكرها. لعب للشعب، لعب للنصر ربما، لعب للعين، لعب للاهلي، انديه عديده لعب لها الكابتن احمد خميس. ليدخل الان بديلا ليوسف خلفان اللي يصيب ايضا. سلامات، سلامات كابتن يوسف، سلامات كابتن يوسف. سلام ان شاء الله، سليم ان شاء الله، سليمه شافه معافى ان شاء الله. الدقيقه رقم 66 والامور لا زالت عند التعادل السلبي بدون اهداف. كرة اللعب الان للامام، خلص هذا، تعود من جديد في وسط الملعب. حبوش لعلي مدن، حاول الان للعروبة، الاعتماد على الكرات المرتدات. كرة بالكعبة ايضا ولكن تتخلص. حبيب زولغ، تعود من جديد الان لزولغ. بارون حاول يمر، هذه نفس اللعب، نفس اللعب ما يغير تمام. الحديث اللي تكلمنا عليه، الكرات العرضية ما في تنويع أبدا، إن كان في الجهة اليمنى أو اليسرى. زولخ أيضا الآن على تنفيذ الركنية. كرة اللعب بالراس وإلى خارج أرضية الملعب، رأسية أيضا كانت من محمد سمير. لاحظ هذه الكرة الماضية، وهنا الرأسية أيضا اللي مرت.
طبعا حتى الآن أكبر نتيجة في هذه الجولة المباريات التي الخمس مباريات التي أقيمت حتى الآن هي نتيجة الإمارات والوحدة 4-2. سعيد حاول فيه كرة تعود جديد بهدوء الآن على الهدوء اللي يسبق العاصفة. شوف فتحي العبيدي سيجري تغييرين دفعة واحد هنا محاولة الآن لمصلحة فريق العروبة وكرة طولة أيضا تخلص. كما ذكرت اللاعب خالد يحيى اللاعب القادم الآن في أول توقف في لاعب أيضا اسمه كياكي مورينو. هذا مورينو ما هو مورينو لا مورينو مدرب هذا مورينو اللاعب اللي ربما يدفع بالسيك فتح العبيد هنا محاولة الآن فانسبيل كرة اللعب ومحاولة ومطالبة وكرة تسديدة إلى خارج أرضية الملعب كرة إلى خارج الملعب الآن راح نشوف الآن لاحظ الكرة الماضية هل هناك قرار من الفار؟ عمر العلي في حديث مع الفار تغيير يتم الآن علي مدن يغادر أرضية الملعب ومحمد خلفان أيضا يغادر أرضية الملعب وكياكي مورينو وخالد يحيى هم البدلاء الآن خلاص البار قال ما فيها شيء كرة تصل الآن مورينو خالد يحيى بسهولة مينيز كان لوكا مينيز كرة طالت الآن إلى خارج أرضية الملعب نلعب في آخر 20 دقيقة الآن والأمور لا زالت سلبية عبد السلام فهد سبيل ما أدري حتى الآن خورخي دا سيلفا ما أشرك اللاعب منصور محمد منصور من أصحاب الخبرة ولاعب أيضا مهم في وسط الملعب لكن يبقى القرار أيضا للسيد خورخي دا سيلفا كرة تعود الآن من جديد زوليخ أمامية ولكن سهلة تماما لحارس المرمى أحمد حمدان الحوسني من يخطف نقاط هذه المباراة تغيير آخر أيضا لاعب أيضا خطير لاعب اللي داخل اللي هو أحمد عامر لاعب خطير فهد سبيل وكرة طول إلى خارج أرضية الملعب طبعا يحسب أيضا لإدارة اتحاد كلباء ومجلس إدارته بالفعل واحد من الإدارات الناجحة الرائعة تماما اللي قدمت موسم خيالي الموسم الماضي وهذا الموسم والانتدابات وإبقاء الفريق بالفعل يعني مجلس إدارة اتحاد كلباء لهم كل التحية والتقدير لما يقدمون أيضا يلا يا زولي ما سويت شيء أحمد عامر والمهاجم الآن فرخي دا سيلفا الآن يدفع بأحمد عامر مع فاني الملابة كرة اللعب الآن للأمام
لا تذهب بعيدا عزيزي المشاهد، وشاهد كيف يدير دا سيلفا فريق اتحاد خلف الكلبة. نعم يقوم ايضا بالتحرك من الوسط حتى يصل الى اطراف منطقة المرمى لنادي العروبة، ويعمل على العرضيات اللي يتلافاه على راس الصندوق. هذه واحدة الان لأول مرة يدخل من العمق ويعمل على العرضيات ويقوم بالتسديد المباغت على المرمى. كرة عدل سهلة غريبة عجيبة. الظفرة لا يزال يتقدم هناك على عثمان بهدف مقابل لا شيء. يبدو بأن شيئا ما حدث. عمر آل علي في حديث أيضا مع خورخي دا سيلفا، ومساعده هو ابنه، واضح بالصورة. الدولي الإماراتي السابق موسى حطب مدافع فريق نادي اتحاد كلبة. الكرة تعود من جديد، جانلوكا يلعب كرة للأمام وتتخلص هذه أيضا من محمد سيدي إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، العروبة أفضل في الشوط الثاني نسبيا من الشوط الأول، وهذا تحدثنا عليه وذكرناه في الشوط الأول. الكرة تعود من جديد، مورينو تصل لأحمد عامر، تغيير اللعب أيضا باتجاه سلطان عادل. الكرة لا زالت في أرضية الملعب. خالد يحيى يلعب كرة، خالد يحيى للأمام، ولكن أيضا المدافع بشكل جيد محمد سبيل يعيدها لحارس مرمى. تمريرة بالخطأ أيضا، يعني شيء لا زالت خطورة اتحاد كلبة بالعرضية. محاولة للمرور ولكن مقطوعة من حبيب الفردان. عبد السلام، تمريرة لفهد سبيل، سلطان عادل، الكرة أيضا الطول وتسقط في مونيز إلى خارج الملعب. ملعب الآن صافرة وخطر لمصلحة اتحاد كلبة. شايف هذه الكرة الماضية؟ كان في مسك، نعم خلال ما شاهدنا. ضربة حرة مباشرة الآن. آخر ربع ساعة تقريبا الآن على نهاية المباراة. خطأ الآن في مكان خطير جدا، في مكان خطير لمصلحة اتحاد كلبة. كرة اللعب للأمام وبالرأس، ولكن إلى خارج الملعب حبيب الفردان. حبيب رأسيته أيضا تمر إلى خارج الملعب. هذه أول محاولة في الشوط الثاني أو ثاني محاولة للاتحاد كلبة، لكن أيضا كما أشدنا في اتحاد كلبة لابد أن نشيد بفريق العروبة ومجلس إدارته أيضا وتواجدهم مع الكبار وتحقيق نتائج أيضا مع فرق كبيرة وتعادلات مع فرق كبيرة مثل العين، مثل شباب الأهلي، مثل الشارجة. يعني نتائج جميلة قدمها أيضا العروبة. يشكر أيضا إدارة نادي العروبة. حبيب الفردان، فهد زبيل يرسل كرة عالية للأمام وكرة تبعد تصل لحبوش. كاك بالخطأ عادت من جديد لفهد سبيل. حبيب شوف كيف لاعب خبرة يقف على كرته بشكل جيد.
ناصر عبد الهادي، تبريرة أيضا ومحاولة، كرة تخلص أيضا، كان في مطالبة أيضا من لاعبي اتحاد كلباء. راح نشوف هل كان في تلامس هناك. فتح العبيدي أيضا سيدفع بلاعب واللي هو علي حسن في الدقائق القادمة. كرة اللعب للأمام ملابا، ولكن تبعد أيضا من العطاسي بشكل جيد. علي حسن إذا شوف هذه اللعبة الماضية، لاحظ ما أعتقد في شيء. عموما كما ذكرت كل القرارات التحكيمية راح نتركها للكابتن مسلم. ماذا يحدث هناك؟ بطاقة صفراء أيضا لمنصور، يبدو منصور محمد إذا يتلقى بطاقة صفراء الآن، وهو أيضا في مقاعد. نعم إذا منصور يتلقى بطاقة صفراء الآن. فهد زبيد بالراس، مطالبة بلبس التيد، مطالبة بلبس التيد. هل لمست يد؟ والله أنا ما قادر أشوفها إلى الآن. شوفها من زاوية أخرى، هل بصدره؟ ماذا هناك؟ أوه، البار يستدعي عمر آل علي الآن. هذه أوهو أوهو، هل اليد ممتدة؟ اليد، هل في تشريح؟ والله ربما يتخذ القرار الآن. ماذا هناك؟ يبدو ركلة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها عمر آل علي بقرار من الفار. بقرار من الفار. وهذا اللاعب سبحان الله يعني. ركلة جزاء الآن، عموما فرصة لاتحاد كلباء الآن ليتقدم. أعتقد بأن القرار سليم، لكن مسلم أحمد أيضا لديه قرار هناك. ملابا في مواجهة الحوسني الآن، هل يسجل ملابا خمس أهدافه في دوري أدوك للمحترفين وأول أهداف هذه المباراة؟ والظفرة ب 15 نقطة وفي جولات متبقية. لا أيضا اتحاد كلباء يبغي يأمن نفسه، يأمن نفسه وحق مشروع لكل الفرق. هنا جماهير اتحاد كلباء، هدف أول الآن في المباراة. وراح يكون في تغييرين أيضا قادمين، شايف منصور محمد وعمر الخديم بدلاء قادمين أيضا لاتحاد كلباء. عنده دكة، عنده دكة وعنده لاعبين. الآن يدخل منصور صاحب الخبرة يهدي اللعب. هنا عبد العزيز الان ساقط على ارضيه الملعب. اوهو الظفره يضيف الهدف الثاني في مرمى عجمان الان. ظفرة في حالة فوز يصل للنقطة رقم 18، لاحظ هذه ركلة الجزاء.
هنا هدف المباراة الوحيد. هنا فتح العبيدي أكيد غير راضي تماما رغم أن فريقه قدم مباراة كبيرة دفاعيا. سلطان غادر أرضية الملعب، عمر الخطيب والبديل، وعبد العزيز حمد أيضا غادر أرضية الملعب وعمر الخطيب والبديل. الكرة تعود من جديد، تمريرة أمامية الآن. تصل لفهد سبيل، حبيب اصطد هذه إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية الآن. اتحاد كلباء في حالة فوز يصل للنقطة رقم 23 أكيد، يعني يحاول يأمن نفسه أيضا بشكل كبير. ركنية الآن فهد سبيل، كرة اللعب للأمام بالراس، ملابا ملابا، هذه كراته، هذه كراته ملابا. لاحظ هذه الرأسية الماضية اللي راحت إلى خارج أرضية الملعب. كرة تعود من جديد، مرور ممتاز، كرة تصل في منتصف الملعب، صافرة وخطأ للعروبة الآن. هل يندفع العروبة للأمام؟ هل نشهد دقائق مجنونة في هذه المباراة؟ وحتى الآن يعني فوز مستحق لاتحاد كلبة. نعم هو فوز مستحق حتى هذه اللحظات للفرص، لكمية الفرص ضائعة أيضا من اتحاد كلباء في هذه المباراة. نجح العروبة للدقيقة رقم 80 بإبقاء النتيجة على ما هي عليه، لكن ركلة الجزاء يحتسبها بقرار من الفار، صافرة وخطأ لمصلحة العروبة. 4 دقائق على الوقت الأصلي، كرة اللعب للأمام، حبيب ممتازة من حبيب لبارود، محاولة الآن وتسديدة، الله حلوة من الاثنين، حلوة من الاثنين، حلوة من بارود وحلوة من الحسني، يا سلام، هذه لقطة رائعة بالفعل في المباراة، جميلة جدا كانت اللقطة الماضية، برافو برافو بالفعل للاثنين، برافو للاثنين، برافو للاثنين، تسديدة قوية جدا جدا، شال حارس المرمى. الظفرة ماذا يفعل هناك؟ الظفرة يتقدم على عجمان بثلاثة أهداف للا شيء، نتيجة كبيرة يتعرض لها عجمان. كرة اللعب الآن بالرأس وإلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى. لاحظ هذه الكرة الماضية، كرة تعود من جديد، أولوتونغي، مورينو، كاك، مات خميس البديل إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس للعروبة، دقيقة ونصف على الوقت الأصلي. ظفرة يصل للنقطة رقم 21،
تجاوز خرفكان حتى الآن. الظفرة 18 عفوا 18 خرفكان ب 18 أيضا. نعم يتعادل مع خرفكان. كرة تعود من جديد وخرفكان لديه مباراة يوم غد أيضا أمام بنياس. مرتد الآن سريع الآن. شوف يعني الآن اندفاع لاعبي العروبة. هذه الكرة أمامية الآن تغطية من العطاس. خالد يحيى تصل الآن من جديد في وسط الملعب باتجاه يوسف أولتونغي. رينو وكرة سريعة سريعة سريعة. سريعة جدا الكرة الماضية. خمس دقائق إذن الوقت المحتسب بدل الضايع. وكرة اللعب للأمام الآن تصل سهلة تماما لحارس المرمى. حسن الآن حارس المرمى يرسل كرة. خلاص نلعب خمس دقائق الآن الوقت المحتسب بدل الضايع. وهنا في ملعب الفجيرة العروبة حتى الآن خاسر بهدف من ركلة جزاء. وهنا محاولة وخطيرة الآن للعروبة. أوه! مطالبة بركلة جزاء للعروبة الآن. مطالبة بركلة جزاء. راح نشوف في احتجاج كبير كان من الجهاز الفني والإداري. لكن راح نشوف. مرتدة الآن مرتدة ملابا تعدي إلى خارج الملعب. هل يعود الحكم للفار؟ هل هناك في شيء؟ راح نشوف الآن. لاحظ هذه الكرة وهنا المحاولة وهذه اللعبة. شوف حكم اللقاء إذا لا يشير لشيء في اللعبة الماضية. هل كان في تلامس؟ هل كان في شيء؟ عموما سلم أحمد لديه القرار. كرة تعود الآن من جديد. نلعب الآن في أربع دقائق متبقية. وهذه كرة أمامية تصل سهلة تماما لحمدان. تعود من جديد. تمريرة أمامية تصطد الآن وتذهب إلى خارج الملعب. رمي التماس للعروبة. لحظات مثيرة الآن. عروبة الآن يحاول على الأقل بالخروج بنقطة. واتحاد كلباء يحاول إبقاء النتيجة على ما هي عليه أو يسجل هدف ثاني لإراحة فريقه. كل هذه الأمور ننتظرها من خلال الدقائق القادمة. أبدا لا نتدخل بالقرارات التحكيمية، نتركها لذوي الاختصاص. هنا محاولة الآن. يونس مرور محاولة لا زالت خطيرة للعروبة. وكرة ملعوبة أمامية خطرة داخل منطقة الجزاء تبعد إلى ركلة ركنية. يا لإثارتها الآن اللحظات هذه. جماهير العرباوية تقول لك نبغي نقطة الآن واتحاد كلباء يقول لا أنا بعد في موقف لا أحسد عليه. ولدينا ركنية. كل لاعبي العروبة الآن واتحاد كلباء داخل منطقة الجزاء. وحارس المرمى يخلصها بينما هناك في راية سلامات يا جماعة. يلا يا جماعة دقيقتين متبقية. سقوطك على أرضية الملعب أيضا راح نلعب لأوقات أخرى في المباراة. لاحظ هذه الكرة الماضية. الكرة كانت مشتركة أيضا.
الأحمر العلي يقول لكم خلاص. دقيقة واحدة متبقية في المباراة. وماذا هناك؟ ماذا هناك؟ عمر العلي يستدعي من؟ بطاقة صفراء الآن. بطاقة صفراء لأحد لاعبي فريق العروبة. خلاص. كرة اللعب للأمام. تتخلص هذه تصل لمصلحة العروبة الآن. مورينو يلعب كرة عرضية وتبعد. ضغط للعروبة الآن. تبريرة خطيرة تلعب وسهلة تماما بيد حارس المرمى. خلاص. خلاص الآن. خلاص. سيطلق صافرته عمر العلي. جمال عبد الله يرسل كرة للأمام. تعود الجديد. وفي هذه اللحظات يطلق حكم اللقاء صفرته. يعلن نهاية المباراة بفوز مستحق لاتحاد كلباء على حساب العروبة بهدف مقابل لا شيء. اتحاد كلباء يرفع رصيده إلى 23 نقطة بينما يبقى رصيد العروبة عند 10 نقاط. مبروك لاتحاد كلباء. هارد لك لفريق العروبة في النهاية. مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي. من كنت معكم أحمد الحسني. ألقاكم إن شاء الله في لقاءات مقبلة. أعود بالكلمة الآن للزملاء هناك في الاستوديو التحليلي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.